عفوا ليش هي كانت مطلب التشارنا او المتظاهرين انا ذاك اللي تعهدت به حكومه الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين على اساس الشكل هي كانت لا يحسب داخل حكومه السيد حكومه السيد الكاظم وهي كانت موجوده بس هي لجنه غير معنيه بالبرلمان طبعا هذه ارتباطها برئاسه الوزراء. اذا انت من عندكم نائب داخل البرلمان يطالب وبالتالي الحكومه التنفيذيه تشكل هذه اللجنه والبرلمان يتابع ويراقب. اذا زين معناته اذا حكومه تسمع بالبرلمان دكتور هذا يعني انت تحسب اللجنه على امتداد هي لم تحسب الامتداد اللجنه هذا واجبنا نعم هسه لا تحسب ما تحسب هذا واجبنا داخل البرلمان. شكلت اللجنه باي سنه شكلت اللجنه 2020 شكلت 2020 نعم عنده في تولي حكومه السيد الكاظمي بنفس هاي الشخوص اللي موجوده اليوم خمس قضاة بنفس هاي الشخوص ست قضاة بالضبط في لجنه معينه وبها شخصيات جيده جيد جيد فلهذا لكن توقفت هي تحسب توقفت حكومه الكاظمي كتشكيل لكن توقفت توقفت اللجنه وتم اعادتها بوقت بحكومه السيد السوداني بناء على قرار يعني صدر من عنده في احد جلسات مجلس الوزراء بعد تنفيذها بحكومه الاطار فعلت هذه اللجنه خاصه واقع هذا ما يشوفه من الغربال اعمى واقع هذا ما نقدر ننكره ما نقدر ننكر انه صح فعل هذه اللجنه والطاحيويه احنا راح نراقبكم بصيص امل انه فعليا الطبقه السياسيه لاول مره لاول مره فكرها السياسي هم اكو مخاوف من منافسه سياسيه جديده شافوا انه اكو اصوات كثيره وكبيره اعطيت للاصوات المستقله والاصوات المدنيه بالتالي هذول سياخذون راح ياخذون حيز في المستقبل هذا العمل المشترك بين هاي القوى اذا صار راح ناخذ حيز بعد اكبر اما نظل مشتتين كل واحد يقول والله أنا الثمانية المبشرين بالجنة متفائل بهم في قوة التغيير الديمقراطية البقية اللي يجي زايد خير اللي ما يجي يسوي له قابل كيف هذا رأيه